السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اطبع ملف محمي من الطباعة؟ لو فتحنا ملف البي دي اف اللي موجود قدامنا ده، هنلاقي الملف ده محمي من الطباعة، يعني ما اقدرش اطبعه، وهنلاقي الايقونة بتاعت الطباعة مش متفعلة، لو ضغطت عليها مش هيفتح لي حاجة، ولو عملت كنترول بي عشان اطبع الملف ده هلاقيه برضه ما بيطبعش. وكذلك لو جيت من هنا من علامة السكيورتي اللي هي القفل ديت وضغطت على الديتيلز ديت، هلاقي ان البرينتنج نوت الاود، يعني غير مسموح بطباعه هذا الملف. طيب ايه حل المشكله ديت؟ حل المشكله ديت ان احنا نرفع الملف ده على موقع من مواقع اللي بتفك الحمايه بتاعته وندونه تاني، هنلاقيه بيطبع معانا عادي. لو قفلنا الملف ورحنا على الجوجل سيرش، كتبنا اسم موقع من اشهر المواقع ديت اللي هو كراك ماي بي دي اف، انتر، دخلنا على الموقع هيقول لنا عايزين نحمل الملف، فهنختار اختيار ملف، ده الملف اللي احنا عايزين نفك طباعته، ونقول له اوبن وبعدين نعمل انلوك. هيبتدي يعمل عملية رفع للملف ده على الموقع، وفي نفس الوقت يحول الملف ده من ملف غير قابل للطباعة لملف قابل للطباعة. هنسيبه يعمل ابلود وبعدين نكمل. بكده يكون حمل حاجة 90% اهو، اوشك يخلص تحميل الملف 98%. كده هينقلنا لصفحة تانية يدينا فيها لينك اعمل له داونلود يديني الملف بعد ما تحول ويبقى قابل للطباعة في الحالة دي. اهو كليك يمين اختار سيف تارجت از او حفظ الرابط باسم، واختار ديسكتوب ان هو يتسيف على الديسكتوب، واضغط سيف واسيبه يحمل. كده بيعمل داونلود اهو قدامنا، اسيبه يحمل وبعد ما يخلص تحميل نشوف الملف. خلاص كده يخلص داونلود اهو، كده الملف بتاعنا خلاص داونلود. هنعمل له ارض في مجلد ونفتح الملف الجديد، هنلاقي ان هو بقى ملف قابل للطباعة بدليل ان الايقونة دي بقت من اكتفها معانا، ولو ضغطنا على برينت هنلاقي ان احنا قدامنا الويندو بتاع البرينت، نقدر نطبع الملف زي ما احنا عايزين. بكده نكون عرفنا ازاي اقدر اطبع ملف محمي من الطباعة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.